ومن أين أنت؟ من ترينيداد وتوباغو. من المغرب. أنا من ألمانيا. سان لوشا. ما اسمك يا أخي؟ اسمي رحيم. اسمي إمام. اسمي منصور. أنا بدأت تعلم اللغة العربية منذ أن كنت 3 سنين يعني. عليها مشتاق إليها زايد غرامي يا حمام الشوق وديني وصل سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أخي؟ اسمي رحيم. وكيف حالك؟ الحمد لله بخير وأنت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير الحمد لله، أنت كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وما اسمك؟ اسمي جيسون. كيف حالك؟ الحمد لله. وما اسمك يا أخي؟ أنا عبد الله توريس. ومن أين أنت؟ أنا من ساحل عاج أي باركاس. ما شاء الله تبارك الرحمن. متى بدأت تعليم اللغة العربية؟ أنا بدأت تعليم اللغة العربية منذ أن كنت 3 سنين يعني. ما لغتكم؟ لغتنا شيشانية. هل ممكن تقول شيء بسيط بلغتكم؟ نعم. الله أهتو بولا أودين تاع شاخ دولا أودين تاع شاخ دولا سنة نيس نيق تاع شاخ دولا لويلين شاخ دولا لويلين. من المغرب. هل ممكن تقول شيء بلغتك أنت بلهجتك؟ جملة. يعني السلام خويا كدير لبس عليك بخير، يعني السلام عليكم كيف حالك؟ السلام خويا كدير لبس بخير. أنا من ألمانيا من أوروبا. ما لغتك؟ لغتي ألمانية ولكن أدرس في تعليم المعهد في جامعة الإسلامية الآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله. ومن أين أنت؟ سان لوشا. الحمد لله بخير. ما اسمك؟ هارون. ومن أين أنت؟ من ترينيداد وتوباغو. أين هذا البلد؟ هذا بجوار فنزويلا في البحر الكاريبي. متى بدأت تعليم اللغة العربية؟ منذ الصغر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أخي؟ اسمي إمام. اسمي منصور. من أين أنتم؟ من الشيشانخ. نعم من الشيشانخ. ومتى التحقت بالجامعة الإسلامية؟ التحقت سنة 2020. من أين أنت؟ أنا من بليز. وما لغتك؟ إنجليزية. ومتى التحقت بالجامعة؟ منذ 5 أشهر تقريبا. هل عندك رسالة لمن يرغب التعليم اللغة العربية في مملكة العربية السعودية؟ من تقدم، من يريد أن يتقدم فلا يماطل، يتقدم بسرعة ويأتي ويتوكل على الله، ومن تقدم وهو مقبول فليعلم أن يعني هذا المقعد الذي سيقعد عليه يتمناه كثير من أبناء الأمة، فهذه فرصة حياته. بارك الله فيه. Don't wait and don't hesitate and don't be afraid. إن شاء الله كل شيء سيكون بخير إن شاء الله. القرآن لا تبخل به فالخير دوما للوراء مرجو. عليكم السلام ورحمة الله. احرص على القرآن لا تبخل به زكريا. فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.